منذ أن اعتمده السلطان يوسف بن الحسن في 17 من نوفمبر سنة 1915 علماً رسمياً للمغرب، يعتبر اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع الشعار السياسي الأبرز في بلادنا، فهو يرفرف فوق المباني الرسمية ويزين الشوارع والأزقة، ويحمله المشجعون ويرفعه الرياضيون، ويتغنى به الأطفال ويوضع على نعوش الشهداء. ولئن كان المغاربة يتعرفون على علمهم من بين ألف علم، فإنهم لا يعرفون إلا القليل عن تاريخه ورمزيته. تعالوا بنا إذن لنكتشف هذا التاريخ ونكشف عن هذه الرمزية.